يا الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذا هو منتج للمرضى طبعا المريض خصوصا من يتمرض واحد يبقى على سرير صعب الحركه ماته ومرات حتى ظهره يتاذى يصير بي تقرحات الله يكفيكم مشان يصير شيء انا شايفه بكبار السن هواي يصير فهذا المنتج بالصين هنا صانعينه فقط لهذه الامور شو يستخدم هذا المنتج باعوا مثلا هسه انا مريض فهذا يجيبونه هسه انا جالس هيك ونايم طبعا فهذا يجيبونه تحت الرجل هنا ترفع رجل المريض وتخليه هنا بهالطريقه هذه هسه حاليا سهل عليك سهل عليك عمليه القلب يعني انت اذا تريد تقلب المريض راح مجرد تقلبه بس تفره عرفت شلون؟ المريض هسه نايم باقي هيك فانت تقلب المريض تغير الملابس مالته تبيد الحفاظ تدام سوي حفاضه او تريد تقلبه على الاتجاه الثاني فهذه كلش حلوه ومفائدتها انه انت بس ترفع الرجل تخليه هنا بعد ما تخلي المريض هنا ممكن تتحكم به المريض يصير سهل تعرفون القلب مال المريض صعب يعني التقليب مالته فهسه بهالطريقه هذه كلش سهل هذا المريض عندك نايم هيك فانت من تقلب اساني باقي هيك انا هسه مريض مثلا وهذا انت قلبته هيك وبعدين خلصت ورجعته هيك فهذا راح يساعد عليك عمليه تقليب المريض فيعتبر منتج جدا مهم وبنفس الوقت جميل طبعا ممكن حتى انت تصنعه يعني هذا مجرد مصنوع من الاسفنج والجلد لكن الاسفنج ما يصير صلب يعني هذا بالداخل الاسفنج ما يصير صلب طبعا واذا تخلص او تريد تنظفه او شيء تغسله فانت ممكن تستخدم هذه شوف تفتحه وتنظفه هذا مصنوع من مو سفنج شو نسمي هذا فلين احنا بالعراق نسميه فلين فيصير صلب ممكن حتى انت تصنعه اذا واحد يريد يصنعه فالفكره مالته كلش حلوه وبه حتى هنا أنا. عرفت شلون؟ هذا منتج جميل ويفيد المرضى ان شاء الله الله يشافيكم ويعافيكم مع السلامه